قتل 3 أشخاص داخل محكمة في مدينة ميلان الإيطالية، أحدهما قاض برصاص أطلقه شخص ثالث وصف بأنه متابع قضائيا في قضية إفلاس. وبعد أن قال شهود عيان إن القاتل متحصن بسلاحه في أحد طوابق المحكمة المحاصرة من جميع جهاتها من طرف قوات الأمن المحلية، ثم أكد آخرون أنه تمكن من الفرار على متن دراجة نارية، تقول وكالة الأنباء الإيطالية إن القاتل قبض عليه في نهاية المطاف من طرف الشرطة، وإن الأمر يتعلق بكلاوديو جارديلو.